السلام عليكم يا متابعين، كيف حالكم؟ هذا راح يكون فلوج لليوتيوب. احنا وين؟ نحن بمدينة غازي عن تاب التركية، المدينة القديمة عن تاب. طب استنى خذ نفس. انا جايب على الكاميرا دايما. دكتور محمود يسعد قلبه. يسعد قلبك. شو بدك تقول للمتابعين اول شيء عني؟ بدي اقول لكم انه نيالكم انه انتم كل نهار عندكم نافذة لحتى تاخذوا طاقة حيوية وانسانية، لانه هي انسان يعني شعاع بياخذ الاشياء الجميله وبيفرغ الاشياء السيئه. انا كاخصائي نفسي ممكن الف عنها كتب. بحث صوتها هي لحالها انسانيه. الله يسعدك يعني يا رب ويحميك. تقدر وترفع لها القبعه انه هي عم بتسافر من مكان لمكان وتملؤ في جابتها الكثير من القضايا الانسانيه. كل الاحتلال والضرب والرصاص والدمار ما غيرت من انسانيتها ولا شعرها. يوم عن يوم تولد الطاقة والإنسانية وقادرة أنه تفتح هي معامل. على فكرة دكتور محمود متابعيني من دائما بحضر ستوريهاتك من زمان. بالأحزاب القديم. الله يسعدك ويرضى عليك. الله يسلمك ويخليك. كثير انبسطت إني تعرفت عليك، شخصية ملهمة جدا. شكرا. متعلمة فهمانة. بحللكوا يا جماعة، يعني بحللكوا حتى لو بعرفكوش من قبل، بحللك سبب من الأسباب إنه أنا كنت موجود بالفريق، لأنه أنا لما شفت حيتم صورنا نحن المشاركون بالفريق بالحملة حب الحياة اثنين، فأول ما فتت على صورتها وشفتها هيك مسك الكاميرا وينكوا يا بنات عم تقول أبوس الله. طيب السؤال اللي نحكي لنا كم كلمة عن غازي عنتاب، بما إنه إحنا أنا أول مرة تمام بكون موجودة هون. غازي عنتاب من المدن اللي صايرة في شرق تركيا. عنتاب مدينة مشهورة بالأكل، تعتبر عاصمة الطعام، عاصمة البقلاوة والفستق، الفستق العنتابي أو الفستق الحلبي. غازي في اللغة التركية تعني المحارب القديم الذي خاض المعركة ولم يموت. مدينة جميلة قديمة عريقة، تحمل الكثير من العادات والتقاليد، تحمل الكثير من الكرم والطابع العربي. بنصح الكل يجي يزورها وياكل من اكلاتها الطيبين. شو اكثر شيء مشهوره فيه غازي عنتاب؟ مشهوره بالبقلاوه، مشهوره بالكباب بالعنتابي، مشهوره بالاكل الدسم، الاكل العربي، الاكل اللي فيه الكثير من البهارات والتوابل. مشهوره بانواع مخصصه من الفواكه، مشهوره بقهوه معينه. شو بسموها غازي عنتاب؟ شو بسموها؟ مدينة البقلاوة والفستق. لا انت كسوري ايش بسموها؟ نحن بنسميها يعني حلب الثانية، هي حلب الصغيرة وهي كانت تابعة لحلب قبل سنوات. في شغلة دكتور، الولايات الجنوبية كلها، الجنوب التركية، كهرمان، مرعاش، غازي عنتاب، شالي أورفا، ليش حربية؟ لأنه مدن كان فيها توطدت الحروب آخر فترة. حتى 2008-2009 كان في اتفاقية التوأمة بين حلب وغازي عنتاب، وسميت الشوارع الرئيسية في حلب باسم أوتوستراد غازي عنتاب، وكان في القنصليات السورية اللي كانت موجودة بغازي عنتاب والقنصلية التركية اللي كانت موجودة بسوريا، فيها تبادل وعمل جميل على الصعيد الإنساني والتجاري والصناعي والزراعي والفني بشكل كبير جدا. دعوة لنغوص في قلعة غازي عنتاب. ولا نطلع الساعة على القلعة فوق. كل من نجر نمشي بطريق ببلش خير بقلب شر، كلنا منجرب نمشي بطريق ببلش خير بقلب شر، وانت حر هالحياة كتير بتغري، كوكبنا بلف وبدور، وبدك يانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور، بدك للحق الناس بتكره كلمة لأ، ماشي الدنيا بالمقلوب، كل شي ممنوع مرغوب، بطل في فرق كبير بين الباطل والحق. هذا الجامع غازي عنتاب على قبال القلعة، صح نطلع لفوق.
لم يعرف البحيرة. يوهانس صافي شو اسمه؟ لوهانلو 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 مصطفى. شو وظيفته كانت؟ يعني هو احد الامراء اللي كانوا موجودين بهذيك المدينه. اوكي ندخل لسه القلعه. طبعا دكتور مجيد بارلاس، وهذا صلاح الدين عادل بي. صلاح الدين بولات بي. بولات بي طبعا الذين حرروا امجاد غازي عنتاب. حرروا غازي عنتاب. وهذا شفيق الحداد سمير اللي هو حديد أزدمير. أزدمير. المدخل الأول. هون مدخل القلعة. وإسا يا جماعة الخير بدنا ندوق الأكل المشهور جدا في غازي عنتاب. طلال إيش الأكل؟ نحن هلا موجودين واحد من أربع هذا الأكل بمطعم غازي عنتاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في جماعة بالمطعم بغازي عنتاب اسمنا ندوقها. الأكل المميز، لحمة المميزة. تعال ندوق. هاي اللحمة من وين بيجيب؟ بيجيبوها يا ترى؟ من سوريا. من الماعز. من الماعز حلب مشهورة المراعي عندهم بعنتاب. وأكيد طبعا لتعرف عنتاب بدك تشوف الفستق الحلبي. عنتاب فستق، فستق الحلبي يعني أنت في عنتاب.